نفى المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف الاتهامات الأمريكية بوقوف موسكو وراء الهجوم الإلكتروني. وقال بيسكوف إن روسيا ليست متورطة في هذه الهجمات في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات متواصلة لتحديد حجم الأضرار التي تسببت فيها عملية القرصنة. حروب القرن الحادي والعشرين سايبرانية. تمكن مجهولون من اختراق الإدارة الوطنية الأمريكية للأمن النووي وشبكات الإدارة المسؤولة عن الترسانة الأمريكية النووية بهدف التجسس حسب ما أكد مسؤولون أمريكيون. أصابع الاتهام الأمريكية تشير إلى الخصم، إلى روسيا. هذه إحدى شركات الأمن السايبراني في العاصمة الروسية. هنا وجدنا الإجابة عن القلق الأمريكي من الهجمة الأخيرة، حيث يصف العاملون فيها ما جرى في الولايات المتحدة بأنه أسوأ كابوس يمكن لشركة الأمن السايبراني أن تواجهه. تم اختراق الشركة التي توفر برمجيات الحماية للمؤسسات الحيوية، ولذا فهم يخترقون جميع المؤسسات الحيوية التي تستخدم منتجات هذه الشركة. المتحدث باسم الكرملين نفى الاتهامات الأمريكية جملة وتفصيلا. نائب وزير الخارجية الروسي أليغ سيرامولوتوف رد على الاتهام بالاتهام، قائلا إن معظم الأنشطة الخبيثة في المجال المعلوماتي تنطلق من أراضي الولايات المتحدة. تبرد حرارة العلاقات بين موسكو وواشنطن كلما تغيرت الرئاسة في الولايات المتحدة أو اقترب موعد تغييرها، وقد تكون الهجمات السايبرانية هذه بداية فصل جديد في العلاقات بين روسيا والغرب. من السلاح النووي إلى السلاح السايبراني مرورا بحرب النجوم، تتنوع مجالات المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. هي مواجهة بين قوتين تنعكس حرارتها على غالبية الملفات الإقليمية في العالم. محمد حسن، العربي، موسكو. يبقى معنا محمد حسن من موسكو للوقوف على آخر تطورات في هذا الملف، وأيضا تنضم إلينا من واشنطن مراسلتنا جويس الحاج خوري. صباح الخير لكما محمد وجويس، وأبدأ من واشنطن معك جويس، وآخر المعطيات حول هذا الهجوم السبراني، إضافة إلى إذا كان هناك أي تحديد لحجم الأضرار وطبيعتها، هل اقتصرت على التجسس فقط أم أن هناك أضرار فعلية مست الأمن القومي والأمن النووي الأمريكي؟ فيما يتعلق بالأضرار، من الواضح أن الكثير من المعلومات والكثير من الداتا تم الحصول عليها من خلال هذا الخرق، ولكن ألفت أيضا انضمام شركات الأمن السيبراني إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين في اتهام روسيا في هذا الهجوم الحاصل. تقول شركة فاير آي، وهي معنية بالأمن السيبراني، وهي كانت أول من أعلن عن حصول هذا الهجوم منذ آذار مارس الماضي، قالت ان فيروس تم وضعه في احد برامج سولار وينز، وهو برنامج يعتمد في الولايات المتحده وفي العديد من الشركات في حول العالم. طبعا تم وضع هذا الفيروس، تقول الشركه، من قبل خبراء قرصنه روس، وعندما تم الطلب لتحديث هذا البرنامج، عمليه وضع الفيروس تمت في اكتوبر 2019، ولكن بين مارس 2020 وبين حزيران يونيو 2020 تم الطلب إلى من يستخدم من الشركات والمؤسسات الحكومية هذا البرنامج بتحديثه، وعندها تمت عملية قرصنة أو الدخول إلى المعلومات الخاصة بالشركات وبالمؤسسات الحكومية. تقول الشركة أن 18 من المشتركين في هذا البرنامج حول العالم هم مستهدفون في هذه العملية، وأن أكثر من 50 مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة وغيرها أيضا تم استهدافها. اللافت أن حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة حتى هذه الساعة غير معلوم، وإنما أيضا كيفية استعادة هذه المعلومات وكيفية حصر الأضرار
وما إذا كان هناك إمكانية لوقف هذه العملية أيضا غير واضحة، يخشى المحققون من أن يكون تم تبديل رموز الدخول إلى البرامج وبالتالي قد لا تتمكن من استعادة هذه المعلومات أو من حماية ما تبقى منها وما لم يتم الاطلاع عليه. أيضا في الأيام الماضية كان خبراء الأمن السيبراني تحدثوا عن أنه حتى القراصنة ربما لا يعلمون حتى هذه الساعة حجم المعلومات وحجم الداتا التي حصلوا عليها، خصوصا وأن هذه العملية كانت قد استمرت قرابة 9 أشهر. طيب، على الجانب الآخر من موسكو واللي هي الطرف المتهم من قبل أمريكا في هذا الهجوم السبراني، محمد، يعني على الرغم من نفي موسكو لهذا الموضوع ولكن أمريكا حتى الآن تتوعد برد ويتم الحديث عن رد يجب أن يكون مختلف هذه المرة. هل تنتظر موسكو رد معين بشكل معين؟ هل تحضر لتلقي رد معين والتعامل مع هذا الموضوع؟ نعم، في الواقع موسكو تلقت من هذه الردود ما يكفي منذ أن ضمت القرم وإلى يومنا هذا خلال 6 سنوات الماضية، لذلك قد لا تكون الردود أو العقوبات أو أي شيء آخر من هذا القبيل بذلك التأثير الكبير بالنسبة لموسكو داخليا أو حتى خارجيا. موسكو، يعني العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى أسوأ ما عليه، ومن الصعب أن نتصور ما يمكن أن يكون أصعب. جميع الاتفاقيات باستثناء واحدة ستنتهي في فبراير، الاتفاقات النووية انتهت، اللجان المشتركة في التعاون التجاري والاقتصادي مجمدة، والتعاون في شتى المجالات الأخرى أيضا متوقف. المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة واضحة في الكثير من الملفات الدولية، لذلك من هذا المنظور يعني لا توجد تلك الخشية هنا في روسيا، خاصة عندما يسمع المواطن الروسي على لسان رئيسه أن روسيا باتت مستعدة لمواجهة الولايات المتحدة على جميع الصعد، ويذكر الرئيس الروسي في كل إطلالة له على الإعلام بالأسلحة المتطورة التي توصلت إليها روسيا. إذن رسميا تنفي روسيا على جميع الصعد بهذه الاتهامات، بل وتعود باتهامات معاكسة إلى الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة هي الأخرى تقوم بهجمات سايبرانية على روسيا، وتذكر بمبادرة الرئيس بوتين الذي دعا بها الولايات المتحدة لتشكيل لجنة مشتركة. على مستوى الخبراء يقولون أنه من الصعب جدا تحديد هوية الفاعل في مجال الجريمة السايبرانية، لأن كل مجموعة قد تتمكن من طريقة معينة وتعرف بها، ولكن عندما تقوم مجموعة أخرى بمراقبة المجموعة الأولى فرضا المجموعة الروسية، فبإمكانها أن تتمكن من نفس الطريقة والأسلوب، وبذلك أن تقوم بهجمات سايبرانية وتشير أصابع الاتهام إلى روسيا. أما على المستوى الشعبي فكثيرا ما نسمع أن الإنترنت بشكل عام مملوك من جوجل إلى يوتيوب إلى غيرها من الشركات الكبرى من الأمريكيين، وبذلك يحارب أو يواجه الروس خصومهم الأمريكيين في المجال السايبراني بسلاحهم، والبادي هو الأظلم. هذا ما نسمعه من المواطن الروسي بشكل عام. أشكرك محمد حسن مراسلنا من موسكو، كما أشكر جاسر حاشخوري من واشنطن.